ملي الوردة. يلا لولا الملامة يا تعالي بقى نتكلم. لما هي وردة لما قالت لولا لولا الماء، مش الكلمة تبقى زي ما بتتقال عشان المعنى ما يتغيرش؟ ما نمطش يعني. ما تنطيش الكلام، ولو قلتي زي ما انت سمعت بالظبط هيطلع حلو منك، لان انت جواكي احساس حلو مطربه بس مش عارفه تحركيها، مش عارفه الله تطلعيها. الله الله شهاده حلوه الاستاذ دي. اتفضلي يلا. ها فوق راسي. لولا الملامه يا هوى لولا الملامه، لفرد جناحي على الهوى زي اليمامه. لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة. وقطر وقرف رف الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري كفاية عمر اللي انقضى وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة واهمل الملامة. اتفضل يا استاذ هيثم، اتفضل حضرتك. احفظي صح هتقولي صح، يعني احفظي كويس هتقولي صح. لما تيجي بتحفظي بتحفظي ازاي؟ لازم تكوني حابه الاغنيه عشان تقوليها، وبعدين لما تيجي تقوليها تزهقي منها قبل ما تقوليها، عمرك ما هتحفظي. طبعا لازم طالما عارفه الاغنيه حابه الاغنيه تلح على انك تقوليها. لما بتلحي بتبقى المقامات سليمه، انما لما تسمعي كده ودن وتقع ما ينفعش. لازم تتاكدي بانك نقلتي صح من الاصل، ومش اصل واحد، ممكن ورده، ممكن نجاه، ممكن فايزه، لان كل دول يعملوا لك شخصيه اداء. انما حتى لما تيجي تغني المطربه بس واحده تبقى نسخه مهزوزه مش اصلي. الغنى الجيد بيجي ازاي؟ من ده ليه ده ليه دي ليه ده ليه ده، الخلطه دي بتتكون فيها شخصيتك الغنائيه. ودنك كويس بس ما اديتهاش كما يجب تحفظ. ما شبعتهاش. اهو ما شبعتهاش. شكرا. اقعدي بس. احساسها حلو، احساسك كويس زي ما انا سمعتها، وعايز بقول لك جواكي مطربه مش عارفه تطلعيها. بس تمام. معانا شاعر.